موجز الأخبار من قناة المحور، أهلا بكم. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع السيد سامح شكري وزير الخارجية، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول قيام السيد وزير الخارجية بعرض التقرير التنفيذي الأول للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، حيث رحب السيد الرئيس في هذا الإطار بالجهود التي تبذلها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان وكافة الوزارات والجهات الوطنية لتنفيذ الاستراتيجية التي تم اعتمادها العام الماضي بمبادرة وطنية خالصة. كما وجه السيد الرئيس بضرورة مواصلة التعاون بين اللجنة ومختلف الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والمجالس القومية المتخصصة لتعزيز الجهود ذات الصلة بحقوق الإنسان في مصر في إطار نهج تشاركي بناء. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيدة كريستال هيدمان المدير التنفيذي لمجموعة أورنج العالمية للاتصالات، وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن اللقاء تناول استعراض جهود التعاون المشترك مع مجموعة أورنج العالمية في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حيث رحب الرئيس السيسي بالتعاون مع الشركات الفرنسية العالمية ذات الخبرات العريقة في جميع المجالات كشركاء للتنمية في مصر. وافق مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة اليوم من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة والمحال من مجلس النواب بشأن إنشاء صندوق مصر الرقمية، على أن يعاد المجلس جلساته غدا لاستكمال مناقشة المواد المتبقية من القانون. يهدف مشروع القانون إلى تعزيز وتطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ووضع الخطط والاستراتيجيات الكفيلة بتحقيق أهدافها في الوصول إلى حكومة مترابطة ومتكاملة رقميا والتوسع في تقديم الخدمات المميكنة، بما يضمن تحسين بيئة العمل والتأسيس لمجتمع المعرفة ورفع مستوى الأداء داخل مؤسسات الدولة المختلفة. وزارة الداخلية تواصل جهودها في ضبط الجرائم التموينية على مستوى الجمهورية. تواصل وزارة الداخلية جهودها للتصدي لكافة الجرائم التموينية. في هذا الإطار تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات الأمن من ضبط أكثر من 85 طن دقيق أبيض بعدد من المخازن والمخابز السياحية بالقاهرة والجيزة والقليوبية، تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من السعر المتداول بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة. ونجحت الأجهزة الأمنية في ضبط قرابة 59 طن دقيق بلدي مدعم تم التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء بالرغم من أنها محظور تداولها خارج منظومة الدعم، ما يعد استيلاء على أموال الدعم المخصص لها. خلال حملات أمنية بالقاهرة والجيزة والقليوبية والغربية وكفر الشيخ، كما تمكنت من ضبط أكثر من 119 طن مواد غذائية متنوعة بعدد من مخازن بدون ترخيص لتجارة السلع الغذائية بالجيزة والغربية وسوهاج. قام مالكو تلك المخازن بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من سعرها المتداول بأسعار السوق السوداء، ونجحت في ضبط كمية من الأرز الأبيض تزن أكثر من 39 طن. قام ثلاثة من مالكي ومسؤولي مضرب أرز ومحلين لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بالجيزة والإسكندرية والدقهلية بتجميعها لحجبها عن التداول بالأسواق لبيعها بأزيد من السعر المتداول وبأسعار السوق السوداء. وتمكنت من ضبط 20 طن أسمدة زراعية بحوزة مالك مخزن لتجارة الأسمدة الزراعية بالمنوفية، قام بتخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق وبيعها بالسوق السوداء. وضبط 10 أطنان أعلاف حيوانية بحوزة مالك محل لتجارة الأعلاف الحيوانية بالمنوفية بقصد بيعها بأزيد من السعر المعلن لتحقيق أرباح غير مشروعة. وضبط 63 طن مواد بناء تم حجبها عن التداول بالأسواق بقصد بيعها بأزيد من سعرها المتداول بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بسوهاج والمنوفية. كما تمكنت من ضبط 15 طن منظفات صناعية مجهولة المصدر وغير معلن عن أسعارها بحوزة مالك مخزن بدون ترخيص للمنظفات الصناعية بالشرقية. وعلى صعيد التصدي لجرائم بيع سلع منتهية الصلاحية، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 15 طن ونصف طن مواد غذائية متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لتعبئة السلع الغذائية بالجيزة.
وضبط 20 طن ملح سياحات مخصص للأغراض الصناعية ومحظور استخدامه في الأغراض الغذائية وغير صالح للاستهلاك الآدمي بحوزة مالك مصنع لإنتاج منتجات الألبان بالمنوفية، وضبط 34 طن ونصف طن لحوم ودواجن ومقطعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال حملات شنتها الأجهزة الأمنية بالقليوبية والجيزة والغربية والمنوفية. أصفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023 عن وقوع الأهلي مع سان داونز الجنوب إفريقية والهلال السوداني والقطن الكاميروني في المجموعة الثانية، بينما جاء الزمالك في المجموعة الرابعة مع كل من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري والمريخ السوداني.